هالشاب مجنون. معقول حدا بيرفض هيك عرض كبير مثل هاد؟ أنا ما استغربت أبداً، كنت عارفان رح يعمل هيك. وقت حكى معه هيك يوسف زاي زاهين عصب منه. إذا كنت بتعرف إنه هو وفي لهي الدرجة، قلي لك ليش حاولت وعرضت عليه هيك مبلغ؟ سكري عالسيرة، لو قبل هو كانت تغيرت كل حالته. قلت لحالي منستغله، فهمتي؟ مو أكتر من هيك. ما فهمت وهاش، كيف بده يزبط شغلنا؟ كالعادة الموضوع عن الأسهم، فالحق على زاهين. خبرت يوسف زاي كل الأسرار، بالمقابل اتفقنا أنه حق الأسهم بيتحملهم زاهين، لأنه هو راح على المقابلة. الأستاذ أحسان رح يسأل بنفسه ورح يعرف. لو تعرف أنا قديش مبسوطة يا وهاش. أحسن شي عملناه أنه خلصنا كل الأمور على كيفنا قبل ما يجي أحسان من سفرته. أنا كتير ارتحت. بما أنك مبسوطة هلأ، جهزي لي غرفتي. أنا كتير تعبان، اليوم رح ضل هون. قلتلك لا تتقل بالأكل. لا أوعك، ما في داعي إنك تضل. قوم هلأ وروح على بيتك فوراً، مو حلوة إنك تضل. شو بيفكر إحسان إذا رجع؟ يلا قوم روح من هون. يا مدام، وصل الأستاذ إحسان. شو؟ أمي، إحسان رجع. يلا 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 بسرعة وهاج، روح تخبى بشي مكان. وين اتخبى؟ وين بده يخبي حاله؟ مو شايفة حجمه؟ أكيد إحسان شاف سيارته برا. أمي شو لازم أعمل؟ بس قليلي أنا شو؟ لا تخافي رح قلك. هاي سيارة وهاج هون بهالوقت، شو عم يعمل عنها؟